أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ظهرت فئة من العلماء في هذا الزمان تفرق بين الأصنام التي يخشى أن تعبد والتي لا يخشى أن تعبد من ناحية وجوب تسليمها من عدمه، فما هو القول الصحيح في هذا، خاصة أنه قد يلتبس هذا الأمر على كثير من المسلمين؟ ما دامت أنها أصنام فإنه يجب أن مع الاستطاعة والقدرة يجب إزالتها وهدمها، وقالوا أنها يمكن أن تعبد. من اللي قالوا أنه ما يمكن أن تعبد؟ من اللي أمنه من أنها تعبد؟ هذا من الحرق الافتراء. الأصنام إذا وجدت عبدت ولو على المدى البعيد. الصور لما وجدت في قوم نوح بين أهل العلم وبين أهل الإيمان في وقتهم وجدت الصور في قوم نوح، فلما مات العلماء ونسي العلم أو نسخ العلم عبدت، فلا يجوز إبقاء الأصنام ولو كانت ما تعبد في الوقت الحاضر، فإنها تعبد في الوقت المستقبل، ويجي ناس في المستقبل يعبدونها، فلا بد من إزالتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بادر بتحطيم الأصنام التي حول الكعبة والتي على الكعبة والأصنام التي حول مكة، وبادر بإتلافها جميعا ولم يؤخرها. وإن كانوا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ما هم يعبدونها، لأن الإسلام جاء وبطلت عبادة الأصنام، ولا قال الرسول اتركوها لأنها ما تعبد الآن، بل أمر بإتلافها والمبادرة بإتلافها، فلا يجوز إبقاء الأصنام مع القدرة على إزالتها. نعم، سواء كانت تعبد في الوقت الحاضر أو لا تعبد.